نظم البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بالتعاون مع المجلس التصديري للأثاث مؤتمرا صحفيا تحت عنوان تصدير الأثاث أفضل الممارسات الدولية والمحلية لدعم قطاع الأثاث، حيث يصل الدعم إلى 50,000 يورو إلى جانب تقديم برامج لتدريب العاملين في القطاعات المراد تنميتها للوصول لنمو اقتصادي حقيقي. إنتاج وتصدير الأثاث أفضل الممارسات الدولية والمحلية. تحت هذا الشعار نظم البنك الأوروبي للأعمار والتنمية بالتعاون مع المجلس التصديري للأثاث مؤتمرا صحفيا لمناقشة أوجه التعاون من أجل دعم قطاع الأثاث. احنا بنتكلم على تنمية القطاع بشكل عام، مش لازم الصادرات بس طبعا الصادرات مهمة بالنسبة لنا في الوضع الحالي. احنا بنشتغل على محورين، بنشتغل على محور الاستشارات الفنية والدعم الفني، وعندنا عندنا مجموعه كبيره قوي من الاستشاريين المحليين بيشتغلوا مع القطاع ده بالذات، والاستشاريين الاجانب اللي بيقدروا يساندوا القطاع. في نفس الوقت احنا عندنا برامج تمويل مباشره من خلال البنك الاوروبي وغير مباشره من خلال البنوك المصريه الشريكه. الصناعه عندنا فيها بوتنشال، فيها امكانيات كبيره جدا تؤهلها ان هي تعمل اداء احسن من اللي احنا بنعمله بكتير قوي من ناحيه التصدير لدول اخرى. محتاجين نطور حاجات فنيه، محتاجين نطور حاجات اداريه وحاجات تسويقيه. فالتعاون على الاوجه المختلفه دي، سواء كانت اوجه ليها علاقه بالانتاج والحاجات الفنيه، او ليها علاقه بالحاجات الاداريه او التسويق، او استخدام تكنولوجيا المعلومات بطريقه افكتيف وتحسن الاداء بتاع الشركه، دي الحاجات اللي احنا محتاجين نطورها. وشارك في المؤتمر نخبه من الخبراء العالميين والمحليين في صناعه الاثاث لتبادل الخبرات فيما بينهم وعرض أفضل التقنيات لهذه الصناعة. هي بالفعل المبادرة جيدة جدا. قطاع الأساس قطاع واعد، وفي المرحلة الحالية بيحصل فيه تطورات سريعة. التعاون مع البنك الأوروبي، أنا بشكل شخصي تعاونت من تقريبا من حوالي سنة تقريبا، وكانت التجربة ناجحة جدا. أنا شايف أن احنا كقطاع نقدر نستفيد منهم بشكل سريع، ومعظم الشركات في هم بيقدموا خدمات تقدر تساعدنا فنيا واداريا. جهود يبذلها البنك الاوروبي للتنميه والاعمار بالتعاون مع المجلس التصديري للاثاث من اجل دعم الصناعه المصريه وزياده حجم الانتاج والمشاركه في جهود دعم الاقتصاد القومي وزياده الفرص الاستثماريه. نسمه شفعي اون لايف.